مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. مش قادر تمشي من جامعة الحي الاستاذ فضل. تعالوا اقعدوا مكان. اولا ربنا يديله الصحه وطول العمر. انا بس وانا لسه بدايه حياتي تمام في الحي كنت بعمل كده متاسف معلش انا اسف عشان حضرتك. فاكر انت الموقف انا بقى اذكر حصل وقع عليا ظلم في مسرحيه وانا كنت في سنه اولى معهد. اروح لمين اروح لمين؟ بالنسبه لي الاستاذ فاروق الفيشاوي ده لو اسلم عليه ده يبقى يعني ما نمش طول الليل. فدخلت على الاستاذ فاروق الفيشاوي بدون ذكر اسماء مين اللي عمل فيا الموقف يعني، وما تقفيش قدامي وتقفي على جنبه وعايزه تغير حركه المخرج ومش عارف يعني. جينا في الفينال الاستاذ فاروق الفيشاوي راح هو اللي قدمني بنفسه وطلعني على المسرح واتكلم عني قدام الصحفيين في ليله الجنرال من قبل كمان الروايه، وده يمكن اللي عمل الاحتقان. بعدها عملت معايا موقف قفلت عليا الباب وقالت لي ما تلبسيش الفستان الفلاني وما تلبسيش اللون الفلاني وما تلبسيش الحاجه الفلانيه. نزلت وانا بعيط له قلت له ده انا اللي مخيطهم بيتي يا استاذ فاروق، طب اعمل ايه؟ قال لي البسي اللي انت عايزاه. وطلع على المسرح واخدني في ايده ووقف الكواليس قال اللي هيبص لها هيمشي وما يعرفنيش. الحقيقي والعظيم اتبنى على ايه؟ اهملت اشياء كثيره جدا. الحكومه دلوقتي بقت مسجله طرق